من هنا يقدم نصيحة الشيخ المفيد لمن؟ للشيخ الصدر. الشيخ الصدر طبعا مو أنه مباشر، وإنما نصيحة كتابية علمية لأنه متقدم عليه أساسا الشيخ الصدر. أحسنتم. ولكن يريد الله. أنه يريد أن يقول، يريد أن يقول ماذا؟ يريد أن يقول من يتبعون من الشيخ الصدوق أنا أقدم لهم نصيحة. ما هي نصيحتك لهم؟ في صفحة 79 أعزائي، في صفحة 79 من تصحيح اعتقادات الإمامية للشيخ المفيد، فصل في النفوس والأرواح. قال الشيخ أبو جعفر، قال الشيخ أبو عبد الله، واضح الآن؟ إذن ذاك كلام الشيخ أبو جعفر، هذا كلام. يقول كلام أبي جعفر في النفس والروح على مذهب الحدس دون التحقيق. بيني وبين الله على الظن يتكلم الشيخ الصدوق. هسه بيني وبين الله أنا لو أقول السيد خوئي، السيد الحكيم، السيد فلان، السيد فلان، مقصودي من السيد الحكيم السيد محسن الحكيم صاحب المستمسك، لا يروح ذهنكم يمنى ويسر، السيد محسن الحكيم أو السيد الإمام أو السيد الصادر أو أي علم من الأعلام، ما أريد أجيب أسماء أحياء حتى صرنا مشكل. عرفت شو يقول؟ لو أقول لهم هؤلاء بلا تحقيق يتكلمون، تقوم الدنيا ولا تقعد. ولكن الآن أمامكم الشيخ المفيد يقول للشيخ الصدوق أنت تتكلم بلا تحقيق، على مذهب الحدس دون التحقيق. هذا الحدس الذي هو بمعنى الظن، لا الحدس المنطقي أو الفلسفي. هسه الآن ما هي نصيحتك للشيخ الصدوق؟ التفت أعزائي، يقول لي يا شيخ صدوق، لماذا أنت بتعبيرنا هذا تعبيري هذا فهمها، ليش ما تحترم نفسك فقط تنقل الروايات، أما معانيها تخليها لأهل الاختصاص؟ أنت شنو علاقتك بأصل تنقل المعاني؟ بعد يوجد اتهام أكبر من هذا الاتهام أنا أقوله للمشاهد للمحقق. يقول ولو اقتصر، يعني منه الشيخ الصدوق، ولو اقتصر على الأخبار، ينقل أخبار يحدث، ولم يتعاطى ذكر معانيها، لا يدخل في هذا الباب. مولانا شيخنا أيها الشيخ المفيد، كما أنت كذا الصدوق. هذا الشيخ الصدوق، هذا الشيخ الصدوق يقول نعم ليس أهلا لذلك، ليس أهلا لذلك، وهذا فهمه، هذا فهم. وهمه هذا حجة. أنا أريد أصل أعزائي مباشرة إلى نتيجة خطيرة جدا، أريد أقول أن التعددية كانت قائمة ماذا؟ قبل 1000 عام، والذين جاءوا بعد المفيد أيضا لم يخطئوا الصدوق ولم يخطئوا المفيد. جزاك الله. هذا معناه ماذا؟ أن التعددية كانت قائمة، لكن في الآونة الأخيرة مع الأسف الشديد أن العقل الشيعي رجع إلى الوراء، تخلف، فأراد أن يجعل الطائفة على رأي ماذا؟ على رأي واحد، ومن يخالف هذا الرأي فهو ماذا؟ فهو خارج عن المذهب. أي منطق بائس عاجز ضعيف هذا؟ وإلا هؤلاء أوائلنا، هؤلاء أكابرنا، هؤلاء علماؤنا، هذا فضله. قال ولو اقتصر على الأخبار ولم يتعاطى ذكر معانيها كان أسلم له من الدخول في باب يضيق عليه سلوكه. بابا أصلا أنت مو أهل هذا المال، جابك إلى هذا، أنت روح ماذا؟ انقل روايات لمن بعدك والسلام. يعني أنت محدث وليست أنت مجتهد بعبارة. تعالوا معنا أعزائي، هذا على 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 مستوى المنهج. تعالوا معنا أعزائي على مستوى المباني الكلامية. كان يوجد هسه هذا الذي قلنا على مستوى ماذا؟ اختلاف المنهج. على مستوى المسائل الكلامية هل كان يوجد اختلاف ومع ذلك لم يتهم أحد الآخر بالخروج من المذهب؟ أنا سأقف عند بعض المسائل المرتبطة بأهم مسألة من مسائل مدرسة أهل البيت، وهي الإمامة وعصمة الأئمة. بعد نحن توجد عندنا بعد التوحيد وبعد النبوة مسائل أخطر وأهم وأعمق من الإمامة ومسائل الإمامة،
يوجد عندنا في المنظومة العقدية. وقبل أن تنقل سماحة السيد أنا أذكر المشاهدين أن هذا الكلام يجمع ولا يفرق. لا 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 أريد أبين أنه يجعل وسعة صدر سعة المدرسة. أحسنتم، هذا الذي قلته. نعم. يعني هذا الذي أريد أنه يتسع له صدور من يسمع السيد الحيدري عندما يختلف مع السيد الخوئي أو يختلف مع أحد الأعلام أو يقول هذا رأي لا أوافق عليه، مباشرة لا يجير إلى قضية ماذا؟ إلى قضية شخصية، وإنما هي قضية علمية. وقوة المذهب ماذا؟ في هذه التعددية أعزائي، لأننا بحمد الله تعالى هذا هو الاختلاف الرحمة. أحسنتم، واقعا هذا الاختلاف الذي يقوي ركائز المدرسة، لأنكم تعلمون نحن أتباع هذه المدرسة بمئات الملايين في العالم، فبطبيعة الحال ها بعض يذهب بهذا الاتجاه، بعض يذهب بهذا الاتجاه. ولذا أنتم تجدون الدول التي قامت على التعددية الحزبية والسياسية بيني وبين الله تحصل فيها الانقلابات. إذا أردت أن أمثل الآن في الدول الديمقراطية ولو بحسب الظاهر يحصل فيها انقلاب أو لا يحصل، ولكن لماذا في دولنا عموما تحصل فيها انقلابات ماذا عسكرية؟ أمامكم هاي مصر. لأنه لماذا؟ لأنه قائم على رأي الواحد. الاستبداد على حكم على رأي على الرأي الواحد. أعزائي، ما لم نستطع أن نؤسس لي فيما بيننا ثقافة التعددية وتعدد القراءات ونستطيع أن نتحمل الآخر ونقبل الآخر ونحترم الآخر، كونوا على ثقة أن المدرسة سوف تكون ماذا؟ في ضعف بعد ضعف. متى تكون في القوة؟ عندما تفتح باب. نعم، ضمن ضوابط وضمن ملاكات لكل من وهذا طبيعي. نعم. هذا طبيعي.